يا اهلا وسهلا، حبيبي يا دكتور، اهلا وسهلا، اهلا حبيبي وسهلا الله بالجميل يخليك الكبير، حبيبي. واهلا وسهلا بفرقته الجميله. ويعني الحقيقه انا سعيد جدا ان احنا النهارده معايا يعني عصام كاريكا، الانسان الجميل والفنان الموهوب والتاريخ الرائع. والنهارده عندنا ما شاء الله اعياد كتيره قوي. النهارده عندنا 3 اعياد. الله. اولا عيد شم النسيم، كل سنه طيبين. صح، وانت بصحه وسلامه، وانت بصحه ومصر كلها بخير يا رب، وسعاده دايما، ويا رب دايما افراحنا واعيادنا يا رب دايما لمانا وجمعانا دايما يا رب. العيد الثاني عيد الاخوه المسيحيين، كل سنه طيبين، وعيد قيامه مجيد ان شاء الله باذن الله، وانتم جميعا في اتم صحه وحال يا رب، ويعني عيد مصر كلها. العيد الثالث بقى عيد ميلاد البرنامج، الله بقى له 16 سنه، فالنهارده بيتم 16 الله. سنه. لا انا ما كنتش اعرف. فثلاث اعياد ده ميلاد، الله الله. فاحنا حبينا في يعني ان احنا نكون النهارده مع فنان صوته ليه شخصيه حبيب. مميزه، مش شبه اي حد الحقيقه، وفي كلمات اغانيه دايما طعم مختلف، برضه مش شبه اي حد، حتى في طريقه غناه عنده اسلوب كده مش شبه اي حد، قدر يعمل بصمته غنوته فكرته، وقدم لنا عبر مشواره الطويل عشرات الاغاني اللي فاكرينها وحافظينها دايما وبنرددها معاه في كل المناسبات السعيده زي النهارده. عصام كريمك كان منورني النهارده ومشرفني حبيبي يا دكتور، وسعيد بوجودك. الله يخليك يا دكتور، شرف ليا وانا مبسوط ان انا معاك النهارده. اخبار معاك ايه؟ شم النسيم بتعمل فيه ايه؟ والله شم النسيم زي كل الناس، الفسيخ وبنجيبه من نبرو ونبعت نجيبه ونعمل قعده في الجنينه كده جميله عندنا، ونعزم كل الحبايب والاخوات ونقضي يوم جميل. يعني انت جاي معاك فسيخ النهارده؟ انا هرجع اكل يعني بعد ما بعد الحلقه، رايح هناك ان ناكل النهارده.